يعني بمعنى لو جه متزوجين وجو بيقول قالوا لي يا دكتور جمال انا عايز اجيب طفل ولد عندك بنات، يقول لي لا يبقى ليه عايز ولد يتفرج بين الولد والبنت. لو جه وعندهم ولدين ثلاث بنات وولد جه قال انا عايز اجيب ولد، يقول له برضه لا لقيت ان انت عندك تو سكس اولاد وبنات. يقول له ده وعشان تقدم هذا الطفل لابد انك تشرح له بكل دقه اولا فرص فلوس عامل قد ايه وانه لازم يضطر انه يعمل وانه في نسبه خطا يحدث يبلغ حوالي 4% 4-6% ان ممكن تقول له ده ولد ويطلع طفل. وعشان كده لازم تشرح كل هذه الامور وتحاول ان تقنعه بعدم اختيار جنسيه اذا اصروا على زي ما هو في هذا الشغل ان ما يكونش اختيار جنس ثاني اول وما يكونش اختيار لعائله لديها النوعين من الاطفال سواء مهما كان العدد. ولكن في هذه الحاله بعد المشوره المطلقه الواعيه المبنيه على الدليل يبقى في هذه الحاله ممكن تقدم. ويجب المراكز اللي تقوم بهذا ان تختار جنس ثاني واحد فقط، ما ينفعش ان المركز دوت يعمل اختيار الاولاد زي ما تكون انا نفسي برايي اختيار ولد اختيار ذكر ولد لا، لابد ان المركز يبقى باختيار كده باختيار كده. يعني لو جانا حد وقال لك انا عندي ثلاث اولاد وعايز منهم طبعا، لكن ما يبقاش يعمل نفس اختيار